حقيقه هي القضيه ترى بدات من بيانات المرجع الاعلى خلال استقباله للمبعوثة الأممية. صح. كان كلامه واضح جدا، لكن للأسف الشديد الميليشيات والفصائل المنفلتة التي تسمي نفسها مقاومة، احنا بالعراق ما عندنا مقاومة، احنا بالعراق عندنا دولة، وبالعراق عندنا قوات أجنبية عادت الى العراق بطلب من الحكومة العراقية، وعندنا اتفاقية إطار استراتيجي مكتوب في نص، ذيك المرة إذا تتذكر قرأت لك هذه النصوص. صحيح. مكتوب في نص فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن حماية الديمقراطية في العراق وعن حماية النظام السياسي. طيب هذا العراقيين رادوا، هذا العراقيين رادوا، مو الولايات المتحدة، وإلا الولايات المتحدة شنو يعني جمعية خيرية تجي تحمي هذا النظام؟ أستاذ نزار، استاذ نزار، هذا الامر جيد لصالح العراق، لصالح العراقيين، لصالح الوطنيه العراقيه، لصالح كرامه العراقيين، ان الامريكان يرعون الديمقراطيه. خل اكمل، انت سالتني خل اجاوبك. هذا تروح تسال مجلس النواب، مو تسالني لي. انا لا وزير ولا مدير عام ولا رئيس حكومه ولا عضو مجلس النواب، روح اسال النائب. لا، مو طريقه حديثك فيها شيء من التأييد. حديثك فيه شيء من التأييد لهذا الطرح. هذا طرح غير صحيح. طرح فيه استهانة واستخفاف بكرامة العراق والعراقيين. اسمعني، أرجوك بعيدا عن الشعارات، أنا أولا ليس من حقك أن تفتح قلبي وتقرأ نواياي. شلون عرفت أنه أنا من حديثك انا دا انقل. لا عزيزي، انت شنو يعني انت تقرا لي بقلبي لو تقرا؟ انا دا انقل الصيغه. لا، انا افهم ما تقول. التي اسمعني عزيزي، اسمعني الله يخليك، لا تدخلنا بالمتاهات. انا دا انقل الصيغه القانونيه.